أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. أمي ما بدنا ناكل بقى، فرطنا من الجوع. صبر لك كمان شوي، أختك جاي على الطريق، هلا بتدخل وناكل كلياتنا سوا. إيه ونحن ليش نربط حالنا معه؟ بس تيجي تاكل لحالها هي، حدا عبالها شي لتاكل؟ إيه لا ما حسرت، أنا مالي شغالة عندكم بالنهار أسخركم أكل 15 مرة، ليك أختك جاي على الطريق، هلا بتدخل وناكل كلياتنا سوا. هاي إيفريبادي، هاي العين تطرقك. الحمد لله على السلامة أنجلينا جولي، ليك شرفت طالبة البكالوريا. نقدر ناكل هلا ولا لسه؟ ولك سد دربوزك شوي انت، سد دربوزك شوي. وانت طمنيني، شلون كان الامتحان اليوم؟ ممتاز امي، جبت 17 من 20. ايوه هلا بدها تبرق لسه حتسألها شقد جبتي، وهي لسه حتفكر وتقلها شقد جبت، بعدين تبرق تحل لها مشكلتها، وهي تبرق تحل مشكلتها الثانيه، ونحن هون ما بناكل. ولك جعت فرطت من الجوع يا ناس. انا مو قلت لك سد دربوزك؟ يخرب بيتك. هذا القرار اللي كنت مستنيه انا، انا رايحه غرفتي، ايمتى فكرتي تعملي اكل؟ على راحتك، صرخي لي. نشط على غرفتك، وانت روحي غسلي قط ما حط لكم اكل، يلا. وليك مهبوله؟ تعي نلعب لنا جيمين ببجي، ايش رايك؟ اي عيني عليك بلش، وين تليفوني؟ ولك انا ببجي ما ببجي، يخرب بيتك من حالك، انا عارفاني اصلا ما حدا رح يخربها للبنت غيرك، بتسكت بتدخل فيها طاولها، وانت وليك قومي يلا على دراستك، على غرفتك يلا. يعني ايش في يا امي؟ لسه هلا جيت، يعني هلا جيت الامتحان لسه، خليني اريح شوي بعدين ببلش. الا ما حزرتي، بدك تريحي بتدخل على غرفتك بتنامي، تبركي على الببجي ممنوع، قومي ولك ما تضيعي هالسنه على خير، بركي رب العالمين تطلعي ببجنا هيك وبتنجحي وتدخلي هندسه. لك لا لا لا، انا هندسه ما هندسه، انا قلت بنتي رايحه تدخل طب يعني رح تدخل طب، وانا قلت هندسه يعني هندسه. ممتاز ممتاز، هندسه وطب باختصاص الادبي، ما شاء الله. وكان في عندكم غير شيء لسه؟ امك وابوكي بدهم يمشوا الكليات على مزاجهم. لا اوعى تقرروا مصيري عني ومتخذين قراراتهم منتهيه طاوه. بابا ماما، انا هندسه وانا طب، انا ادبي ادبي مالي علمي، انا ادبي. شو يعني ما رح تدخلي هندسه؟ لك ايش تدخلي لك؟ ما بتقدر تدخلي، لك هذا ادبي لايش بهلك؟ ايش بتحسن تدخلي لك؟ بابا الادبي بتحسن تدخل كليه اثار، كليه اعلام، حقوق، تجاره، هيك يعني. ايه حلوه كليه الاثار حلوه، ولك هي بتطالع مصاري مثل الكذب، شوالات مصاري، بكره نوبر فور من وراك. لا لا لا، خليها تصير اعلاميه مثل وفاء الكيلاني، وتصير مشهوره وتكسر الساحه الفنيه وتشهرني معه. ولك خلصنا بقى يا حرمه، انا قلت ما في اعلام، كليه اثار يعني كليه اثار، وانا قلت اعلاميه، فهمان حجي؟ او ماي جاد، لامك وابوك حاطين فيني امل كثير، ما له خبر انه امل بنفسها ماتت. يلا بما انكم شكلكم رايحين تتخانقوا، انا رايحه ادخل غرفتي ابلش احفظ. ولك اذا بكره حسنت تدخل كليه شطف الدرج بزقه بخلقتي. ولك شطاف الدرج، شطاف الدرج ما راح يطالع، راح تصير معاونه شطاف الدرج، يعني شطاف الدرج مباشره. لا إذا ما حزرت، هي مالها قديشة مثلك؟ قديش معبك بنطلون؟ أنا رايحة على المطبخ. إيه إيه، ادخلي على المطبخ، ادخلي على المطبخ، معروفة دراستكم الخارقة اللي بتدرسوها راح تأهلكم تصيروا ست بيت قسم مطابخ. سمعتك يا ابن الكليب، قسم مطابخ قلت لي إياها قد الصرماي. شكراً، بس والله بستاهل. بابا، تلعب لك جيمين ببجي؟ إيه إيه، العب العب، هي التليفون يخرب بيتك وين حطيته أنا؟ الله يخرب بيت البكالوريا على بيت اللي اخترعها. انا شو رح استفيد من البكالوريا هلا؟ يعني غير شهادتي رح اخذها واحطها على الحيط، ما بين هلا اكون مع جوزي حبيب قلبي. ابن عمي. ايه عملت لك كاسة شاي اكرك عجن مشان تروقي فيها وانت عم تدرسي. امسكي لحظة شوي، شو هاد؟ يا لطيف، ايش في امي؟ انا عم بدرس ها؟ طلعي بالتليفون بعيد عني، ايش بك؟ هلا بس هدول دفترين عم تحفظي فيهم؟ ولك بنت خالتك عم تحفظ قدامها هيك الكتب والدفاتر. اف على بنت خالتي اللي ما كنا نخلص منها، امي انا هلا عم بلش لسه، يعني لسه هلا بلشت، لا تخافي، بكره بتلاقي كتب هيك الدفتري قدامي، بكالوريا. ايش ما يلا عم بلش، ما هلا عم بلش، انا هيك ما بمشي معي طاول، طولي لي بالك رح احل لك المشكلة، طولي بالك. قولي وين رحت هي؟ امي تعي وين رحت؟ ايش بدك تجيبي؟ تعي لا لك، امسكي 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 معي خي، هدول كلياتهم الك، بدي اياكي تاكليهم اكل عشان تطلعي من الاوائل. يلا قولي امي
منين جبتي هالكتب كلياتهم؟ لك منين جايب هالدفاتر كمان؟ من عند بنات عماتك وعمامك، رحت عندهم كلياتهم بنات وخلصوا بكالوريا، رحت قشقشت لك الكتب كلياتهم وجيت، وجبت لك شوي عن بنت ام تحسين، شوي عن بنت ام ربيع، خاصيهم كلياتهم مش هجيب لك غير شي. يلا امي، يعني هلا كل شي مكتوب عليه بكالوريا خلص لازم يكون بكالوريا؟ امي هدول قدموا كتير، المنهاج بتغير، هدول قدموا ما بقى يصيروا هلا المنهاج تغير. ما في شيء اسمه تغير، انا ما بخرط معي هالحكي طاول، بنت خالتك ما احسن منك حتى تجيب علامات اكثر منك، فتحي لي مخك يلا. بنرجع لبنت خالتي اللي ما كنا نخلص منه. ماشي امي، مثل ما بدك، بس اذا سمحتي، فضي لي غرفة عشان اعرف احفظ. ماشي بسرعة خلصينا يلا. اوف! هذا الحيط اتجهبوا لهون. لا معلش امي، بدك ما تواخذينه، الباب اتحرك شوي. لك حتى الباب معترض على كلامك. على اليمين شوي امي، على اليمين الباب. لا يا عم تدلين على الباب من وين؟ لا تاكلي همي، انا بعرف الباب من وين، انت على وقت تهيلي بدراستك يلا. شي ايه لا بقى، انت حيط شكلك قليل تربايه وبدك تربايه من اول وجديد. لا حول ولا قوة إلا بالله، لك حتى الحيط ما يسلم منا من الضرب. ولك يا غبي ليش متخبي بطاعة رح يقطوني؟ ولك لحالي رح يقطوني تخبيت ليش عم تخاف تطاعي يا قديش؟ ولك مالي متخبي مالي متخبي، صار لي ساعة عم بلعب معك بس أنت بتعرف تلعب إيش زاوية لك انتبه. ولك إيه 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 وطولي صوتكم جوا البنت عم تدرس ما بقى تعرف تدرس من الأصوات العالية. هذا القديش اللي بالك ما بيلك هذا القديش ابنك. ولك صار لي ساعة بقول له وطي صوتك أختك عم تحفظ، ولك وطي صوتك يا ابني عيب، بدخل من هون بطلع من هون. لا يا مين هلا صار له ساعة بقول لي لحقني لحقني بسرعة رح اموت؟ امي؟ امك يا ابن 600,000 صرماية. ولك ايه خلصنا بقى؟ ايه خلصنا بقى؟ انا ما طشت بالبيت يعني؟ احكي لك كلمة حجي. سد لبوزك، حسك بالبيت ما بدي اسمعه، بتعرف اذا اختك تجي بتقول لي ما عم بركز من الاصوات رح تطق فيك كل قهري. ماشي ماشي بس رح اذكرك بنتيجة قسم المطابخ بكره بتقولي. منور حجي. خدي ورم من كتر الضرب. احفظي يا بنت احفظي. امي عم بحفظ عم بحفظ ولا مالي هربانه، تعي شوفي هالكتب جبتي لي اياه وانت اصلا. وقفي عندك، وين تركت دراسي ورايحه؟ نعم داخلي على الحمام امي، على الحمام داخلي ما بصير؟ حمام ماشي، من هون ورايح حسيت طلع بموعد فهماني؟ وين تليفونك؟ جوا امي، جوا هو ماله معي، فتشيني ماله معي. ماشي، وهلا بشوف ابوك مشان نشوف شو بدنا نفتح لك حمام عندك بالغرفة، مشان يصير جوا اكلك وشربك وحمامك وغراضك كلياتها جوا، ما تصير تطلعي من الغرفة طاول. يلا روحي ادخلي على الحمام بسرعة، وقفت لك هون شو بدك تتأخري؟ شو لك الله يخرب بيتها بكالوريا عبيت اللي دخلته؟ يا ريت تدخل غير اختصاص مو غير احسان، لك اني حسي حالي بيركب سجن، رح اقتل حالي ريحك مني طولي بالك. ولك يا فهماء انا ما كنت اقول له شيء، ما حسيته غير انزعج من حديث كلياته، وقف لك على اجريه هيك وصير لك لا تحكوا شيء، لا تعيطوا شيء، وما بتعرفوا انت لما بعصب شلون بلش بحكي ما بتعرف. ولك يا ابن ال وطيري صوتك، اختك عم تحفظ عم تحفظ. ماشي ماشي امي حاضر. ايه معلم، واشتغل لك ضرب البوكس عالصايب وحياتك، بلش لك الضرب وين بوجعك؟ ضربشنا لك يا ام الضرموش، كنت رايح اكل لك صواب تحت المنطقه السفليه، الله شايلني الله وكيله. ولك انا عم بحكي مع الحيطان، عم بقول لك وطيري صوتك لما عم بقول لك. الله يخرب بيت هالبكالوريا عبيت اللي اخترعها. حاضر امي. معلم شرقت لك يا رفسي على المنطقة الخلفية، خليت لك يا ينط مثل الأرنب. يا بقى انت الذوق شكله ما رح ينفع معك، عم بقول لك وطي لصوتك. شكرا شكرا امي شكرا. معلم برجع بحكي معك يلا. لا والله ما في شيء بس هيك. بدي ادخل على الحمام. يلا ماشي سلام باي. وهي سكرنا مكالمة امي، ان شاء الله يكون ارتحتي. امي انا بدي انام بدي اخذ قيلولة لاني تعبت شوي مشان اقول لك. ماشي وانا كمان قايمة اعمل لي قيلولة شغلة ساعة كمان، ساعة وراح افيقك. ها يلا. شي ليش عم تسكري بالطرفين؟ لسه نحن عم نتفرج على التلفزيون. نعم البنت دخلت تنام مشان ما نعكر عليها بالادويه، بنسكر كلياته وندخل بننام معها مشان تفيق تدرس يلا. هلا نحن هيك بنكون عم ناثر عليها؟ الله يخرب بيت هالبكالوريا عبيت ابو اللي اخترعها،
انا قايم انام كمان عشان تكون ارتاحي على السوا. ايه بيكون احسن. يلا انكر على النوم. ولا انت عندك راي تاني حجي؟ لا 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 عندي غير راي ولا عندي شيء. انا بحسن باور غير راي. ليش؟ ماشي بننام. خلينا ننام. اصلا النوم صحي كتير. الله يخرب بيت البكالوريا زفت الماكينه. انا خلاص بننام. لك يا ابن الصرماي عبدالله اختك تليفونه مغلق. ولك امي بيكون تليفونه فصل مع الشحن. ليك هلا على الطريق بتيجي طولي بالك. ولك انا فصل ما فصل. اختك تاخرت كتير ولك تنصرف مدرسه الساعه 5. لو بتركب السياره وتجي بتصير 5 وربع. لازم تكون هون هلا. صارت 5 وثلث لسه ما اجي. يعني انت هلا كل هالمشكله اللي عملتيها بس لانه تاخرت 5 دقائق. بقى لو متاخره ساعه ايش بتعملي؟ ولك انا ساعه ما ساعه. انا لسه بدي استنى ساعه. قوم انت تتر بسرعه بتروح على المدرسه بتدور عليها بسرعه بتجيبها وتجي. ركض بسرعه قال لي ما مطمن. يلا على اساس ما في غير بنتك طالبه بكالوريا. ولك انا وقت كنت بكالوريا ما عملتي كل هاد. ولك لسه ايش عم بتبتبت بتقول؟ عم بقول لك قوم دور على اختك بتحكي لسه. قمت قمت خلاص قمت. طيب هاتي رقم المدير تبع المدرسه هذا قول له باكي برد. يو هاي. ولك ليش هيك قايفين الباب مفتوح؟ امي اذا بدك تروحي قبل ما تروحي عملي لي الاكل لانه فيرطه 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 كثير 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 من الجوع. ها شرفت ست الحسن. هي اللي انت خايفه عليها كل همها كرشه. ولك انا ببقى معي لحالي بالغرفه بخاف على حالي منها. ولك انت ليش تاخرتي كل هاد؟ ما تاخرت امي. وين تاخرت؟ بس زحمه الطريق شوي. يعني مشوار الطريق بس والله زحمه سير كثير. طيب والتليفون تبعك ليش مطفي؟ التليفون فصل من الشحن وانا جاي على الطريق. شفتي؟ شفتي مثل ما قلت لك؟ فضي شحنه وهي جاي على الطريق عشان تاني مره وقت اقول لك تسمعي كلامي. انت مو عم بقول لك سده لابوزك الا ما عم بقول لك انا. ايه خلص ما بقى. على فكره هي تاخرت معنا. ها وانت فصل من الشحن قلتي لي مو تاني مره وقت بقول لك شحن تليفونك قبل ما تروحي عشان تفهمي حكي. كلي هاي عشان تاني مره ما تنسي. شكرا امي. انا داخل اغير الراديو ما تسامي اكل. 2 hours later. يا عيني على الله المسلسل هاد نار. ولك وطيها تلفزيون اختك عم تدرس. ولك امي. ولك امي كرمال الله. كرمال انت ايش بدك مني؟ انت ايش بدك مني؟ لسه لا تحكي اختك عم تدرس. وطي صوت التلفزيون اختك عم تدرس. لا تمشي اختك عم تدرس. البكالوريا ما هيك امي البكالوريا ما هيك. يعني انا ما كنت بكالوريا ايش تريد مني؟ اهج واروح بعدين تعي لهون. ايش رح تصير بالاخير؟ عالمه يعني؟ إيه لكن عالمه لكمان عالمه مفكرك استاذه مثلك. عالمه قلتيلي بكره بتشوفيها عم تشتغل شطاف الدرج او خدامه بالبيوت. لا البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر. ويمي الرز رش الملح 3 مرات. 7 مرات. 8 مرات. 9 مرات. او يا الله الله الله. تعي شوفيني الفلت على اولادك والمستقبل اللي ضاع. يم الرز رش الملح 7 مرات يخرب بيتكم من حالكم. يا قليل التربية انت وياها بسيطة. انا بفرجيكم هلا. وانت يا ابن الملح جايتك لك والله العظيم انت السبب. اذا في حدا خرب لها البنت بيكون انت بس. والله انا تعبت من الضرب. والله انا تعبت من الضرب. كله ضرب 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 ما عندك غير شيء. ايه والله انا تعبت عنك والله يا ابني. بقى هيك يا قليل بيمو. يا اما الرز رش الملح 7 مرات. انا بفرجيكي طولي بالك. طولي بالك امي. نحن بس عم نمزح ونفرفش شوي مع بعضنا بس والله. انا ليخني هون بدك تفرفشي فرفشي معي. ايه هلا انا وانت رايحين نفرفش فرفشه ما في بعد فرفش منو. تفضلي. وصلنا لفقرة مقفل. جاهزين نبلش؟ ليتس جو. طبعا بالفقرة ما طلبت منكم تعطوني قصف جبهات بين الحبيب والحبيبة وبين الحبيبة والحبيب. كلكم قفلتوا وهلا بنبلش. نبتدي مع عند قمر عم تقول تعليق الاول. قصف جبهات بين الحبيب وحبيبة. الحبيب حبيبتي شو اكثر حيوان بتخافي منه؟ الحبيبة انت لما تعصب. التعليق الثاني مع عند ادلبية عم بتقول فيه مقفل. حبيبي انت وين؟ حبيبتي انا بحديقة الحيوان. يعني عم تزور قرايبينك؟ حبيبتي لا بدي اطلب ايدك من اهلك. خالد ابو المجد عم بيقول فيها البنت بحياتي ما شافني زلمه وما حبني. الشاب هذا شفتك وما حبيتك. البنت
عم قال لك زلمه. في تعليق من عند اسم صراحه ما عرفته بس اي بي ان عم بيقول مقفل الشاب لك يقبرني هالطول، البنت حبيبي بس انا قصيره، الشاب حبيبتي انا عم بحكي على لساني. شرط الورد عم بتقول مقفل حبيبتي ليش شواربك طوال، انا طولتهم مش حدا بيناتنا يصير زلمه. مين لمين اللي عم بتقول مقفل البنت حبيبي شو احلى شي فيني، عيوني الزرق ولا طولي ولا جسمي الرشيق، الشاب خيالك واسع. سوسو عم بتقول مقفل البنت حبيبي انت ما بتحسن تمشي بدوني، الشاب صح ما بقدر بمشي حافيا. تعليق عم بتقول مقفل زلمه مره راكبين بالسياره مرقت سياره فيها بقر، المره بيقربوك شيء الزلمه ايه هدول اهل مرتي. عزام العويس عم بقول فيه اول شيء الفيديو كتير حلو مقفل حبيبي الشاب انا بعتذر، نحن من يوم وطالع رح نكون اخوات وبس. البنت ليش مين قال انه امي بتخلف مثل اشكال؟ لميس بتعليقها بتقول مقفل حبيبي ليش ما بتغازلني؟ بتعرفي لو كنتي بالهند لكانوا عبدوكي، خجلتني حبيبي بس بالهند شو بيعبدوه؟ البقر. خالد عم بيقول الشاب ليش ما عندك حاطة عطر؟ البنت لانه حرام، الشاب وريحتك اللي طالعة مو حرام. علي عم بيقول مقفل البنت حبيبي انا خايفة اعطيك عمري يقطع قصير، الشاب لا حبيبتي انت اعطيني لسانك بعيش الف قرن قدام. وهيك حبايب كون خلصنا فقط مقفل، بنعتزم اصدقاء ما تعطوا تعليقاتكم بحلقه مقبله ان شاء الله، وتعطوا تعليقاتكم سؤال فقط مقفل الحلقه المقبله، هو اكثر شخص بتحبه بالحياه عمل معك مصيبه وجرحك كثير بتسامحه وبتعفي عنه ولا ما بتعفي عنه؟ كلياتكم شاركوا حبايب كتبوا تعليقاتكم حتى نطالع كلياتكم، وانتظرونا ان شاء الله يوميات بفقرات جديده وحلقات جديده. طبعا هون اسعت كثير لانه الكاميرا فاضي شحنه وما عاد فيها شي طول، واحتمال انا عم بحكي تفصل فاهم.